دي امامنا الكره في الجنب اليمين اللاعب ماضي ديوف الى بيتر كراوتش بيلعب قصيصا من اجل هذه الكرات بقى في مواجهه مع الكرواتي لوبرن والاستوني اللاعب كلامن ودي امامنا هجمه عن طريق اللاعب بيترز وادي راسيه هدف اول هدف اول عن طريق اللاعب ووترز يسجل ووترز امامنا في الكره العرضيه هنا يبدو ان مارك هيوز هيفك عقده اللعب في ملعب انفيلد في 10 لقاءات المدير الفني مارك هيوز لم يعرف طعم الانتصار 4 تعادلات و6 هزائم وهدف اول لوالترز بعد 12 دقيقه لفريق نادي ستوك سيتي شوف امامنا الكره من مامي ديوف ادي امامنا كراوتش يلعب قصيصا لهذه الكرات ثم كره طبعت من جانب اللاعب كرامن ثم هنا اللاعب ماني ضغط عليه من اللاعب بيترز الرقابه مش موجوده والتسلل هنا ولا لكن ليس هناك تسلل الكره ملعوبه حلوه قوي شوف عاملها بيترز حلوه حلوه وادي امامنا هنا بقى يسجل اللاعب الايرلندي جوناثان وولتر الهدف الاول هنا بضربه راسيه صعبه صعبه في الدقيقه على حارس المرمى من يونيه وفرحه كبيره هنا في دكه البدلاء ومارك هيوز بالهدف الاول ليفربول يضغط من البدايه شفنا محاولات من ماني وهندرسون ولكن هنا من الهجمه اللي بيعتمد عليها مارك هيوز يسجل وهي استلام من جانب اوريجي اوريجي على حلو قوي الى ماني انطلاقه ادي ماني هو الحل ماني ومواجهه ما بين ماني واللاعب اندي ماني واندي والعرضيه ولازم يقطش المباراه يا مرمى يا لعيب يا لعيب يا لعيب لا 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 امامنا هنا يضعها بانتظار الكره في متابعه رائعه الكره بتاعت اللاعب ماني وايه يضعها من زاويه صعبه من فوق ابنه يا ولد يا لعيب هدف التعادل لكن شوف الكره شوف امامنا هنا لسه بقول هدف لا 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 لازم يكون له دور اكثر في هذه المباراه هدفه السابع هذا الموسم كره حلوه قوي من جانب ماني وادي امامنا لا 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 وجت الهديه بقى من النجم السابق لنادي ليفربول جلين جونسون ولاعب السابق ايضا في ويست هام وتشيلسي وبورتموث ولكن بقى المتابعه من ادم لالانا في هذه الكره بص هنا بقى ايه القرار في ثانيه وطبعا الحارس لي جرانت يجدها في الشمال حلوه وصعبه وفي الضيقه وصعبه جدا صعبه جدا صعبه جدا جدا واحد يقول لك في الضيقه ولكن هدف تعادل من اللاعب لالانا ياتي بتعادل يعطي حتى هذه اللحظه على 10 2015 لمسه على طول من جانب ادم لالانا ادم لالانا بدا يظهر بشكله المميز باداءه المميز مره ثانيه منه الى فيرمينو فيرمينو بالشمال يا ولد يا ولد بلياردو 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 فيرمينو 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هدف المستحق اللي جاء اللاعب امامنا روبرتو فيرمينو السادس له هذا الموسم لكن بعد ايه عده ترولات حلوه لالانا وميلنر واللاعب فيرمينو بيسراه في القائم الشمال ثم على خط المرمى ثم في القائم اليمين هي لا تحتاج الى تعليق ولكن تحتاج الى متابعه لان المتعه حاضره هنا في هذه الكره في هذه اللقطه ادي لالانا وادي استلام من جانب ميلنر ادي فيرمينو ليس هناك رقابه وبيسراه في القائم الايسر ثم في القائم الايمن ثم يعني تعانق الشباك لانه هدف مستحق هدف بلياردو 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 يا ولد يا ولد يا فيرمينو البرازيلي القادم من هوفنهايم في الموسم الماضي سجل سادس اهدافه هذا الموسم في اطار الدوري الانجليزي الممتاز بلمسه حلوه باداء مميز بهدف مستحق في الدقيقه 44 ياتي فيرمينو بالتقدم لتصبح النتيجه 2-1 وفرحه كبيره لدى يورجن كلوب شوط اول ممتع Прострел нужен Ориги. И 3-1 в свои ворота. Загоняет мяч Джанелли Имбюла. Но не виноват он совершенно ни в чем. Совершенно. Ой-ой-ой-ой. Вот так дарить мяч нельзя. Старец 4-1. Вот и разгром, и разгром. Не потому, что Ливерпуль стоял на своем. Он, казалось, был готов. Сейчас поделиться мячом территории, небольшую паузу взять. Только-только появился Старич, ему и Джану нужно было войти в игру. Ну и вот так ввели соперника в курс дела защитники. Шоукросс, неужели это он? Трудно поверить. Джонсон отбрасывает мяч капитану и Шоукросс пасует вратарю. Отличный финт. Даниэль Старич 4-1. И Ливерпуль продолжает свое движение вперед. Но...